المري من قدم لنا الدوحة ومبلش، تهانينا والناموس لجميع الفائزين على بركة الله. انطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا الثالث والزميل بسام الشمري. شكرا للزميل شجاع العتيبي. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، احييكم بتحية الاسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أجمل الترحيب بهذه الانطلاقات الصباحية المميزة في هذه التحديات وبهذا المهرجان الكبير، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. انطلاقات الأشواط الصباحية وأشواط الحيل والزمول وانطلاقة الشوط الثالث للحيل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة، والثمانية كيلومترات هي الرحلة التي تضم هذه النخبة من الأصايل والمؤسسات العملاقة التي تنطلق باحثة عن ناموس مشرف على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. كما نهني هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري من قدم الدوحة ومبلش بالأشواط الرئيسية، وحضر بحضور مميز كعادته دائما، وقدم هذا الإبداع والإمتاع لمحبي وعشاق شعار هجن الشحانية. انطلاقة الشوط الثالث، ونبدأ مباشرة مع البداية ومع التحديات الأولى. أول المراكز تتواجد حذاري لهجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بعتيق بن زيتون المهيري، يتابع مساري واندفاعتي حذاري على المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع القادمة والحاضرة في هذا التحدي الكبير. تتقدم هنا كيف لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي من يتابع مشاركتي كيف على المركز الثاني. المركز الثالث تتواجد وعد لهجن العاصفة بقيادة أيضا غياث الهلالي، بينما المركز الرابع المايدية لهجن العاصفة أيضا بقيادة غياث الهلالي الذي يتابع ثلاثة أسماء كبيرة ونوعيات مميزة بشعار إمبراطورية هجن العاصفة. كيف ووعد والمايدية على المركز الثاني والثالث والرابع، بينما المركز الخامس تتواجد بهذه الانطلاقة الحاكمة لهجن الرئاسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يتابع اندفاعة ومشاركة الحاكمة على المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدينا الكرام، مستمعين الافاضل، للخمس الاسماء الاولى، الخمس الشعارات التي تتواجد وتنطلق في موقع التحدي والمنافسة بمشاركة هذه الاسماء والنوعيات الاصيلة التي تنطلق هنا باحثة عن هذا الناموس المشرف على ارضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، في هذا المهرجان الكبير الذي استمتعنا به منذ يومي الاول. نتواصل بانطلاقاته وتحدياته الكبيرة ومنافساته المشرفة مع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي الحاضرين من أجل المنافسات والتحديات المثيرة على أرضية ميدان الشحانية. نعود ونتابع مسار هذا الشوط باندفاعة الأسماء، بانطلاقة هذه الشعارات الكبيرة. مؤسسة هجن الرئاسة على المركز الأول تقدم حذاري وانطلاقتها الكبيرة بقيادة وتحديات مستمرة يقدمها المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الذي يتابع حذاري على الصدارة وعلى المقدمة. تمهد الطريق نحو الانجاز والانتصار، بينما المركز الثاني ما زالت كيف تتواجد في ضغط مستمر لكي تسحب بساط المركز الاول. كيف لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي الذي يتابع هذه الامبراطورية
العملاقة، وهذه النوعيات الفاخرة التي تمتلكها مؤسسة هجن العاصفة. المركز الثالث تقدم وعد لجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي، بينما المركز الرابع وتحمل الرقم 4 تتواجد المايدية لجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي، الذي يشارك بأسماء مميزة وبنوعيات كبيرة بشعار هجن العاصفة، بينما المركز الخامس أتابع الحاكمة التي ما زالت تحتل المركز الخامس لهجن الرئاسة وبقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يتابع ويراقب الأوضاع بمشاركة الحاكمة في دائرة النداء والإذاعة. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، مستمعين الأفاضل، ما زالت هي لا تغيير عليها، تنطلق وتبدع وتمتع في هذا التحدي الكبير وهذا الصباح الجميل الذي يضم خبراء التضمير متواجدين مقدمين هذه المنافسات المشرفة في هذا العالم الساحر وهذه التحديات المثيرة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي في هذا المهرجان الكبير. 4 كيلومترات هي اللي متبقية عن الناموس وعلى الانتصار، من يبحث عن الفوز يلحق في ركب المقدمة مع هذه الأسماء والتحديات الكبيرة. ولكن أعود مع الصدارة ومع التحدي، حذاري ما زالت تقدم هذا العرض الكبير، هنا تنطلق مع الصدارة تحافظ وتسيطر على صدارة الشوط منطلقة في القيادة ممهدة الطريق نحو الأسماء التي يشارك بها مؤسسة هجن الرئاسة، وتنطلق في هذا التحدي الكبير المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، رجل المفاجآت، من قدم الأسماء الكبيرة، من قدم الإبداع والإمتاع مع هذه المؤسسة العملاقة، يقدم ويتابع حذاري على الصدارة، بينما المركز الثاني والثالث هجن العاصفة ما زالت تتواصل باسمين عملاقين يتواجدا في مساري وتحديات هذا الشوط. كيف على المركز الثاني وعد على المركز الثالث لهجن العاصفة وامبراطورية هجن العاصفة التي تشارك في هذا التحدي الكبير. غياث الهلالي يتابع انطلاقة كيف ووعد على المركز الثاني والثالث. المركز الرابع المايدية لهجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي، ولكن اتابع المركز الخامس القادم والحاضرة في هذا التحدي الكبير وهذه المنافسات المميزة. اول القادمين شعار هجن الشحانية يتقدم بحضور عناوين لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، وأيضا هنا تتقدم بهذه اللحظات عروق لهجن الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. هذه نتيجة يا مشاهدين للخمس المراكز الأولى، الخمس الأسماء التي تنطلق وتسيطر وتندفع في هذا التحدي، ولكني أرى الأسماء والشعارات المميزة والنوعيات الكبيرة بدأت تقترب رويدا رويدا من دائرة المنافسة، باحثة عن هذا الناموس المشرف وهذا الانجاز التاريخي على ارضية ميدان التحدي. ميدان الشحانية كوكبة من الأصايل تنطلق في هذا التحدي وتتواجد خلف دائرة النداء، تتواجد في موقع واحد تقدمها هذه المؤسسات العملاقة ويقودها خبراء التضمير الذي يتواجدون في هذا التحدي الكبير. نعود مع الصدارة ومع المقدمة مباشرة. حذاري ما زالت على البداية، ما زالت تفرض السيطرة على المقدمة، ما زالت تنطلق في القيادة والريادة بشعار هجن الرئاسة، الشعار الأحمر الذي دائما يقدم هذه النوعيات الكبيرة. المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتابع مساري حذاري واندفاعات حذاري على المركز الأول. المركز الثاني كيف لهجن العاصفة مع قياث الهلالي، والمركز الثالث
ثلاث وعد ليجي العاصفة مع غياث الهلالي والمركز الرابع. هنا عناوين وعناوينها الكبيرة، انتزاع النواميس الرئيسية، عناوين الهجن الشحانية، وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية من يتابع مسار عناوين الحاكمة على المركز الخامس ليجن الرئاسة، والعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ينضم إلى نخبة المقدمة. وهذا التحدي الكبير، ارصد لي يا مخرجنا العزيز هذا الكم الهائل من هذه النوعيات الكبيرة والنوعيات الفاخرة التي تمتلكها هذه المؤسسات العملاقة، ويقودها خبراء التضمير غادمين وحاضرين من أجل الناموس والانتصار، غادمين من أجل الإبداع، من أجل الإمتاع في مسار هذا الشوط. ولكن أعود مع الصدارة وأتابع حذاري مع المنعطف الأخير نحو المنصة الرئيسية. حذاري على المركز الأول، كيف على المركز الثاني، عروق على المركز الثالث، والتايقة تصل في هذا التحدي الكبير، وأسماء كبيرة بدأت تنضم في هذا التحدي، ولكن غيرت بهذه اللحظات. سمحة يا سمحة، يا مرحبا بسمحة وبحضور سمحة وبشعار سمحة. هجن الرئاسة المجازف محمد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الكيلو متأخير، التايقة على المركز الثاني. هجر الشحانية الذهبي سالم بن فران المري يقدم التايقة، وأيضا هنا صوغة لهجن الرئاسة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. عروق على المركز الرابع لهجر الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. بواصل على المركز الخامس لهجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ولكن أعود مع القيادة سمحة على المركز الأول. سمحة السيوف تقدم هذا الإبداع وهذا الإمتاع الكبير لهجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع سمحة. ولكن عروق الشحانية غادم وقادم لبرنس جار الله بن محمد بن عقيل يقدم عروق مع اللحظات الأخيرة. صوغة على المركز الثاني لهجن الرئاسة مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. عروق وصوغة، هجن الشحانية وهجن الرئاسة البرنس والعملاق مع الأمتار الأخيرة. عروق على المركز الأول، صوغة على المركز الثاني، صوغة وعروق، هجن الشحانية، هجن الرئاسة البرنس العملاق. ولكن ما زالت عروق صامدة مع الأمتار الأخيرة. صوغة وهنا عروق، عروق وصوغة. ولكن عروق تنتزع الناموس وتحقق هذا الإنجاز. تهانينا مبروك لهجن الشحانية وإلى البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري. المركز الثاني صوغة لهجن الرئاسة بقيادة السلطان بن محمد الوهيبي، والمركز الثالث سمحة لهجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز الرابع التايقة لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فران المري، والمركز الخامس حذاري لهجن الرئاسة بقيادة المجازم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هكذا هي المنافسة مشاهدينا الكرام، فجاءت عروق محققة هذا الناموس والانتصار. 12 دقيقة 18 ثانية 86 جزءا من الثانية. تهاني الناموس لهجن الشحانية وإلى البرنس جار الله بن محمد بن عقيل على فوز عروق بناموس هذا الشوط. المركز الثاني صوغة، 12 دقيقة 19 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لهجن الرئاسة وللعملاق سلطان بن محمد الوهيبي على فوز صوغة في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت سمحة، 12 دقيقة 21 ثانية 65 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوز سمحة في المركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع، كما نهني هجن الشحانية والبرنس جار الله بن محمد بن عقيل بفوز عروق. تهانينا والمبروك. الشوط الرابع مشاهدينا الكرام، شوط الزمول بصوت الزميل محمد بن عايض العتيبي.